إذن مرحبا بكم اليوم في اختتام مؤتمر قسم الفلسفة تعقل الأزمة. في هذا المؤتمر لديم على 3 أيام، اليوم الاختتام متاعه، دونك وقعت تدارس العديد من المواضيع الهامة والهامة جدا في كل ما هي ما يخص الأزمة وأنواع الأزمات وتعقل الأزمة بما يعني العديد من المفاهيم، ربما احتواء الأزمة، تصرف الأزمة، توقع الأزمة إلى غير ذلك. إذن هذا المؤتمر ضم العديد من المداخلات الهامة من العديد من الأساتذة من جامعة القيروان، من الجامعة التونسية، وكذلك من العالم ككل. يعني هو منتدى عالمي. اختتم اليوم بتقديم تقدير وشهادة تقدير وعرفان بالجميل للعديد من المسؤولين بجامعة القيروان، وكذلك الأساتذة الذين قدموا مع مداخلات قيمة، وهم لهم فضل على قسم الفلسفة وعلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان وعلى جامعة القيروان. إذن في تكريمنا لأساتذتنا ولمسؤولينا اللي قدموا خدمة لهذه الجامعة ولوزارة التعليم العالي، هو في واقع الأمر تكريم لنا كأساتذة وللتعليم والعالي ككل. في الحقيقة الملتقى هذا اللي يحمل عنوان تعقل الأزمة طرحناه لنفكر في الأزمة لا بحثا عن الحلول بتبع، ولكن فكرنا على طريقة الفلاسفة، فكرنا في ماهية الأزمة حتى نتمكن من رسم طريق يمكن أن نصل به إلى إمكانيات مغايرة للنظر في هذه الأزمة. أهمية الندوة هذه تكمن في أنها ندوة غير عادية بالنظر إلى ما سبقها من الندوات. وين تكمن؟ أنه مش فقط نوعية الموضوع المطروح ولا نوعية المشاركين اللي كان سمعته فيهم حتى الأفارقة لأول مرة في التاريخ، أنه ثم أفارقة يقدموا مقترحات ونقبلهم، ولكن لظروف اللي تعرفوها في إفريقيا أنه في الفيزا وكل شيء امتنعوا، ولكن تدخلوا عن بعد. دونك هذه الأهمية الثانية. الأهمية الثالثة الموضوع اللي طرحناه اللي هو موضوع راهني، وحاولنا نفكر فيه من مختلف الزوايا ومن مختلف الجهات، ومش بالضرورة لو نفكر في الأزمة باش نلقى حل، على الأقل نفهم الوضعية على نحو يخلينا نراقب ثم التغير في مستوى الفهم وربما التأثير في مستوى السلوك. الأهمية الثالثة أنها كما شفت وحضرت أنه فيها حضور إعلامي غير مسبوق ومكثف ومنوع، وسهر على ساهم وتحية خاصة لهنا للصديق فيصل الهاني، لأنه هو اللي كان وراء التشجيع والمساهمة الفعالة باش يحضر الأخوة الإعلاميين باش يساهموا، خاطر ما فماش نجاح من غير مساهمة الإعلام، ما نجموش، معناها النجاح هو عمل متكامل جميع الأطراف بما في ذلك. هذا وجه ثالث للتميز. وجه رابع للتميز أنه في خاتمة هذا العمل رأيتم التكريم، والتكريم على جهتين، تكريم لمن غادرونا بالموت، وكان تكريمنا لهم بأن خلدنا أسماءهم في قاعات، وتكريمنا لمن غادرنا وأحيل على شرف المهنة وهو لا يزال حيا. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.